هلا هلا حبيبي، هلا. موجود داخل، موجود داخل، ورافض انه يدفع. رافض انه يدفع؟ رافض انه يدفع. ويقول على كيف والله بطب وجهه. ويقول يقول ما بقى الا الهطق. وين الهطق؟ بالدجاج الكديش ودويش. وينه؟ يسار 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 يسار. جاك الموت يا ترك الصلاة. الكافي الكافي خزن شو؟ ما بروح المهم معاه سياح وخلصنا. لو ما تدفع فلوس والله بتوجهك. وتتكلم علي يا غيلة داب. أنا اللي قال لك أنا أتكلم عليك على طول. جيت من أوله شاهد، عندي شاهد مريضي. إيه قال علي هذا شاهدك. قام بس قام هذا شاهدك ذا. دفع الفلوس ولا لا؟ هاي اللعين أخوه. أنا اللعين؟ اللعين من قال لك لعين؟ انا ما قلت لك ابي ترى بتوجه ايش قلت ايش على طلع اول ايش لي شيء كذا ما بدي قال لك لعين يا قال لك لعين بدي قال لك لعين واخر كذا على مش خلاص لا لا طب دليل يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اعطني 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 الموضوع الموضوع بسيط يا حبيبي ترى وخلصنا. نعم. واللي يقول لك ما في كذا ايش اللي تسوون؟ تدفع فلوس تدفع فلوس. اقول لك انا بجاوب على شيء ولا ريال. هذا انا اقول لك انت تدفع فلوس. يا يا اخوي يا اخوي سمسم يا اخوي سمسم يا اخوي سمسم يا حبيبي يا اخوي سمسم تعوذوا من ابليس. ترى ابليس الشيطان الرجيم ما ينفعكم. يا مرحبا شكرا. اقول لك هدا وتقع هدا. طيجروني يوم يقول انك بهس الاربد. لا ولا الا اخو زجران يوم يقول عن اخو سامي انه اذول. ولا ولا الا يوم قال يوم قال تيس العايله. اي قال تيس العايله. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. تعوذ ابليس تعوذ ابليس تعوذ ابليس. وصدق زجران يوم يقول ان اخوه سامي ما عنده الا الهياط وواحد مثل الدجاج يخوف. قال قال اقول لك خل اعلمهم الدجاجه منهم. دقيقه دقيقه لا 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 سويها انا بتوجهك بتوجهك يا عين. فكري خفت منك بتسدد ولا لا؟ بتسدد ولا لا؟ خلاص خلاص قلنا لك بتسدد خلاص عنا خلاص بتسدد 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 خلاص. استري استري يا اخوي سامي. صب صب حق اخوك سامي فنجان قهوه. لا لا اضرب قهوه. ايه قهوه قهوه اخوي سامي قهوه اخوي سامي قهوه. وين يا طريق؟ لا 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 خلاص عنك شغله. فكر انا هين على الاسلم انا بهين هذا. انا اقول لك ظروفك علقت بالناط. ايه فكر طالع بعد نور اتاكد يكون في سن. انا قايل لك يا اخوي سامي اسنانك ذري لا تدخل بهم سباق ما انت راهن عليهم. ادفع 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 اخوي ادفع وفكنا. شاف غير ال 100 ريال ما بدفع. 100 ريال 150 كم؟ 200. خلاص انا لا حساب 200 خلاص خلاص يا عم. فطلع ما عندك طلبات انت يا سمسم الا الثلاث ايام اللي راحت اللي قبلها فتره تجريبيه ما احسبوا عليك شيء. ايه والمشروبات اللي عليك خلال الثلاث ايام اللي راحت 57 ريال بس. احلف 57 ونص. احلف. نعم كل هالمرمطه هالمرمطوني. ما يستحي ما يستحي ما تستحي ما يستحي والله انك ما تستحي على هالمرمطه هذه 59 ونص. فشلتوني 57 مرمطه. دقيقة ايش اقول لمامي لقيت ليش المرمطة اللي سويتها. دقيقة مامي دقيقة كيف؟ كم الحساب انت مسجل؟ مسجل؟ اي 57 ما جاء. ها؟
ابي بنطق خلاص يبا 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 بسم الله عليك بسم الله عليك اسمع ترى وجهك ذا ما يكسر خاطر لو تسوي ايش ما تسوي بعدين بقول لك شغله ها أبا أقول لك شغلة يعني مقهور مقهور بسم الله عليك بسم الله عليك مقهور بسم الله عليك بسم الله عليك مرضي مرضي تذكر إذا انطق في البيت شو بيصير طلعت فضايح اسمع الحين بسألك سؤال أنت الحين الحين يوم الحساب طلع 57 يوم طالع 57 ريال المفروض تنبسط ما تزعل اذا يبقى زعلان خلاص يبقى ادفع لنا 406 لا لا من قولك زعلان اصل مبسوط ولا في احسن مبسوط والله اي والله طلعتك طلعتك منه طلعتك منه طلعتك منه ولا ترى كان حسابك 1000 وشوي كان حساب ألف كان في قديم الزمان كان حساب ألف وشوي وسوينا له خصم بحكم صلاحياتنا إلى 57 ريال على خالك على خالك حكم الصلاحيات دخلنا على السيستم ونزلت وسوينا له ديسكاونت خصم أخصم الخصم 97% خصم ألف ألف نزلت 57 إلى 57 ريال في صلاحيات راحت فلوسي راحت فلوسي شلون تنزل من 1000 ريكا خسرت الشركة خسرت الشركة 1000 صار 56 ترى كيفك يا سبحيني إذا جاء الرجال شاي ترى أنت مسؤول عن عنده هذا وأنا إذا جاني شاي من نسل عني ترى أبو دويس محترقة في زوت كاملة مستقبلي بيزدهر وين يزدهر يا عمي وين يزدهر لا 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 بيزدهر والعقلية مرابي أحسن يبقى قلب لوح 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 لازم يبي لها النواجه صحيح لازم شلون يعني نوال جا شكله ما ما شنو نوال شكله ما ما شوف شوف بطل صحنه قصدك بدويش مجنون انا عادل يعني والله قاله والله والله قاله يا بدوي يا قال انه لازم نعالجه معناه انه بدويش مجنون انت بتعالجني ها أحسن ما بجلي تعالى أنا مجنون مجنون أنا هذا غاصب أيوة المجنون ما عليه ما على المجنون حرام مجنون أنا مجنون أنا مجنون أنا مجنون أنا مجنون أنا مجنون أنا اللي يفصل عليك عيني يا سويمي قل له إنك تبعك يا قل مجنون أنا قل له قل له قل له مجنون أنا مجنون أنا خلاص يا بدر خلاص لا عندك كسرة تطلع يعني يطلع يسوون العالمية ويفكون من الدرو انا مجنون الدرام يا اخوي سمسم عندك انت مجنون وين بتودي هلا 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 بعمي ابو علي هلا والله والله هلا هلا وانا والله يا عمي ابو علي يا بعد عمري يا بعد عمري والله وانا يا ابو علي اشتقت لكم من كثر ما اشتقت لكم ثمان مرات يا عمي ابو علي
أشغل السيارة 8 مرات بنزل الحاسة ويمسكني النوري 8 مرات 8 مرات يمسكني النوري 8 مرات ها؟ ما تمسكت يوم إنك تمسكني يوم إن نسيت المهم إن 8 مرات النوري ليت مسكني مجنون أنت والله العم ضيعين والله ضيعين بعد عمري إن شاء الله ما طيعين والله ضيعين عمي أبو علي استريح استريح أتحدى تعالوا تعالوا قربوا يا عمي والله أتحدى واحد فيكم يعرف وش اللي في الصندوق ده اللي يعرف وش اللي في الصندوق محطوط ذهب ذهب وجايب ليها هو يا عمي أبو علي ذهب والله إنه ذهب أنا مو بذهب ذهب بس مو بذهب اللي يعرف وش اللي في الصندوق ده الصندوق له عندي أنا عندي أنا ما بذهب كبكات وساعة وقلم عطر ما بذهب لا عطرات دقيقة خلوني أقول أنا شفيك أنا راح عبق أتكلم على كل ما شتعب في جوال وفي كبكات استريح استريح تدرون ليش كلكم قلتوا أشياء ثمينة اكسسوارات عطور ذهب لأن الصندوق ثمين ولكن يا جماعة الخير اللي في الصندوق شيء أغلى من الذهب بالنسبة لنا إحنا كسعوديين وكخليجيين الله شفيك بعالي تقول أغلى من ثمين ذهب يا ثمين يا عمي بعالي بمعناه شفيك كركد عمي ابو علي شوي في شيء اسكت ما قلت شيء غلط انزين ركزوا معي يا جماعه والله رننت فيك ابو علي انت لو احنا بنشوف شوف يا عمي ابو علي شيء شوفوا يا جماعه لان اللي في الصندوق شيء ثمين ومن أثمن وأجود الأنواع على مستوى المملكة كاملة حطوه بالصندوق الفخم قولوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بس خلص علينا أنا متحمس مشهوب بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله أسألك بالله يا عمي أبو علي قط بحياتك مر عليك أفخر وأجمل من التمر اللي تشوفه قدامك بتمر. أول مرة في حياتي والله والله أول مرة بتامر لسندويج شوفوا يا جماعة الخير كيف معتنين بأدق أدق التفاصيل مصنع نخلة ما شاء الله مطلعين الباكج هذا للناس الراقين للي يبي يودي للمكتب عنده في الشركة في دوامة في إهداء في زواج عنده زواج اللي عنده مناسبة اللي يبي يهدي وأيضا حاطين لك كرت إهداء تكتب هدية من فلان لفلان من مريض الأسامي والله جيد صلاحيته يعني أنا شو اسمه مو خلنا خلنا ما نتهاوش دقيقة دقيقة بس دقيقة بكرة شوف عمي أبو علي شوف من كثر ما هو فاخم وراقي خلصنا ما خلصنا ليش بعد في دور ثاني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله والله شيء 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 يا جماعة الخير يجمل تفكرون خلصنا لا هذا واحد من إبداعات مصنع نخلة للمنتجات الغذائية مصنع نخلة حاصل على شهادات محلية وعالمية في جودة الأغذية بالله عليك هذا واجه ذا هديها التمر الفخم وش فيه وجهيه انت يا الله يا الله يا سامي وجهك تزعل مني اهديك تمر علف عرفت العلف اللي من يا جماعة الخير مصنع نخلة عندهم منتجات غذائية عديدة ومسوين عروض قوية جدا 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 والله يا جماعة الخير يقول لي ولد راعي الحلال جبنا لأبوي قائمة أسماء من المشاهير والله العظيم يقول من كثر ما أبوي يحبكم حط الورقة على جنب قال ودوا المنتجات المرتضى يعلن عنها أنا أحب مرتضى من محبتي المرتضى أبي أول من يقدم عروضاتنا في مصنع نخلة مرتضى الجمهورة والله يوم قال لي الكلام هذا ورب البيت أحرجني وحط علي ثقل وجيت أشوف المنتج صراحة صورة حكاية شوف شوف هذا بماء الذهب يا عمي أبو علي إيه مذهب شفت كيف يعني مسوين لك شيء فاخر 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 يجمع أيوة طبعا هذا واحد من المنتجات قوموا معايا أوريكم بقية المنتجات وأعطيكم الأسعار يا جماعة الخير مصنع نخلة كل المنتجات اللي عنده بفخامة ورقي الباكج اللي طلعناه قبل شوي عند الشباب هذا خاص في اي بي للمناسبات
ولكن عندهم أشياء مختلفة وأسعارها ينافسون فيها سوق التمر السعودي وبقوة. عندهم كود خصم MUR20 يخصم 20% على كل المنتجات. تعال نشوف يا عمي ابو علي كرتون التمر هذا. خلاص القصيم فاخر درجة أولى حبة جنبه كم يطلع بعد الكود؟ يطلع ب 83 ريال بس يا عمي ابو علي. الله اي والله كرتون التمر هذا شوفوا يا جماعة في ثمان حبات، ثمان حبات من أجود أنواع التمور. خلاص القصيم تخيل يطلع عليك بعد تطبيق الكود ب 83 ريال فقط. محمد السعر بطل والله بطل 83 ريال أجود أنواع التمور. ما تحصل أبا صدمك الصدمة الثانية يا عمي أبو علي. عمي أبو علي 6 كيلو ب 115 ريال، إذا حطيت كود الخصم يطلع عليك 6 كيلو ب 92 ريال محشي باللوز. مناسب يعني سعره مو غالي. المعمول مو بشغل مصنع تمور، شغل مصنع حلويات متفنن في تقديم التمور المعمول التمور بأفخم ما يمكن. قصها يا محمد شوف حشوتها كيف، شوف كيف الطراوة مليانة والله. شفت كيف الطراوة رهانة لقمك. أجود أنواع الدبس وعالي. خلاص القصيم بس هذا محشي باللوز شفته كله ذا التمر محشي. هذا يا عم ايوه هذا اللي نبي نوصل الناس، الرجال قدرنا. شوف التمره ومحشي أيوة. باللوز خلنا من التمره خلنا من ذا يا عم ابو علي. تعال شوف المعمول مصنع ذا قاعدين يشتغلون على جوده وحاصلين على شهاده التمور السعوديه وعندهم شهادات عالميه متعدده يتميزون بانتاج المنتجات على اعلى معايير الجوده ويصدرون لدول الخليج، فلذلك دائما يبون يكونون في القمة ويبون منتجاتهم تبيض الوجه وانه يكون براند سعودي مشرف. ما شاء الله. تخيل يا عمي ابو علي علبة الدبس كيف دوري؟ ان شاء الله. شوف كيف محشية. قمة الطراوة، لا تفتفتت، لا تكسرت، ذوق عطني رايك. شغل بيت، شغل بيت. كيف؟ كيف بعد ما يحتاج احدث الا هنا بعد الله يعينه. ليش مميزه من منتجاتهم؟ لانه المرض يا ابو علي اللي يحافظ على جوده الدبس ولونه وطعمه الفريد بدون حراره. ايوه هذا عصر البارد. ايه اللي حراره يعصرونه بالقوه. ايه هي مو بالقوه ذي ينزل حاله. فش اللي يفرق عمي ابو علي؟ يفرق واجد. هذا اللي قال لي صاحب المصنع اتصل علي قال بكلمك قبل لا تسوي الاعلان بعلمك كيف احنا نشتغل بذمه عشان تعلم العالم كيف احنا نشتغل. تخيل هذه بكم سعرها الحين بصدمك. كم سعرها؟ سعرها يا عمي ابو علي بعد تطبيق كود الخصم ب 8 ريال ونص اجود انواع الدبس. والله بلاش 8 ونص يا جماعه الخير متخيلين؟ وثاني شيء ذي شوف شوف الدبس كيف، شوفوا لون الدبس كيف، شوفوا نظافه الدبس كيف، صفاوه الدبس كيف، كانه عسل. عمي ابو علي من اجود انواع الدبس لأنه يعصر بتقنية العصر البارد. إيش معنى العصر البارد؟ كأنه عسل. شوف طبعا المتذوق عندنا الرسمي عندنا ده ما يحتاج أمس أمسك أمسك بيموت أخوك بيموت. خلنا أعطي واحدة بعطيك واحدة ملكية زينك حسي محشية ها وبعد حشوتها أعطيتها دبس. ايوه الله 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 هذا علبه صغيره يجي 18 قطعه يجي بر ويجي ابيض. سعر المعمول المعمول يا اخوي سمسم هذا المعمول فيه 18 قطعه. المعمول هذا بنفس المعمول هذا بس اصليه على مذاقهم يمدحون نكهتها ورائحتها وانه تركيبتها فريده. جربوها يا جماعة الخير أيضا قدامكم يشملها كود الخصم. عندهم العجوة والسكري في أكياس زي كذا مجدولة في أكياس بلاستيك تحطونها في الفريزر بحيث أنها ما تخرب. هذه الأكياس تمنع الهواء. أيوة وهذا بالشوكليت منتجات كثير. 18 قطعة من المعمول الفرش الطازج ب 9 ريال ونص.
ايضا عندهم قهوة النخلة هذه بالشوكولاتة. فن والله فن، يبي لنا نتعامل اليوم في الكافي. تخيلوا هذه بستة ريال، بخمسة ريال، باربعة ريال، علب تمر حق الطريق على الماشي، اللي يقدم فطاير، اللي يقدم افطار صائم، اللي يقدم هدية، اللي عنده سفرة، اللي عنده شاي. وهذه أكياسكم، منتجاتكم كثيرة وصعب أشرحها كامل. رفع الشاشة فوق، المنتجات متعددة والأشكال متعددة، ما بين تمور وما بين معمول وما بين قهوة وما بين طحينة وما بين دبس، وكلها عليها عروض 20%، مع العلم أنه أساساً كان أول اليد أضافوا عليها الكود MUR20 يعطيك خصم 20%. وهذه كيس التعليب، لما تشتري أي منتج من عندهم تبي تهدي لشخص، شوف قاعد تهدي منتج فخم وبطريقة تقديم فخمة للأمانة. شغل شغل يرفع الراس. وأشكر مصنع النخلة أنهم خصوني أنا ومتابعيني وخلونا نبتدي بالإعلان جميل هذا، وبالتوفيق لنا ولكم ان شاء الله. كيف عم بعلي؟ والله ما عليه كلام، يعني اللي بيهدي احد ولا شيء زي كذا على فاخرة على طول. ايوه هذه اللي حقت الشاهي الغواري، هذه يجي من عندها ست حبات بالكرتونه، وهذه حبتين اوكي، وهذه ست حبات. شايفين اشكالهم مره جميله، روعه والله. واسعارهم ما بقول لكم انه تاخذونهم هنا بلاش بلاش أسعارهم والله. وهذه الأشياء اللي أعطاني إياها العم فهمي كهدايا، هذه علبة يحط داخلها ما أدري يحطون البخور عود ما أدري والله شنو، وهذه المصباح، وهذه الفازة الصغيرة، وبيض الله وجهه ما قصر. خوش هدايا خذيناها وياك. تحدي أوكي. قد التحدي إيه؟ إذا أعطيك كاكاو إذا فزت أو جالي. كل شي بنعطيك احنا، يلا خلينا نشوف ركبهم. يلا بسم الله. حطونا ام ما تسألني يا ممكن. هذا غلط، هذا غلط بابا. مالك جالي خلاص جالي، مالك جالي خلاص الحين ما في جالي، خسرت بابا انت. هذه صغيره تحطها في الصغيره، هذه هي هنا وتسكر عليها. اوكي يلا بعدين. ايوه لا لا ايوه ايوه لا غلط، تحطها في اللي اصغر منها هذه. ايوه تسكر عليها لا. كبيره عليها حظ. سلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين؟ نبي نشوف منور بوجودك. الخالة حبيبي كيف الحال؟ ما شاء الله شو الحركات، شو الزين، شو الترتيب. نسوي تدشين حق مجموعة جديدة. ها مجموعة المسك
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله والله تمام تمام ماشي الحال ماشي الحال ما شاء الله لكن بقول لكم شغلة طبعا إكوال معروفة بمنتجاتها هذا جنتلمان طبعا ما بعد يجي هذا اللي استجنت عليه العالم موجود عندهم ابتكاراتهم أهم جنتلمان وعندكم هذا بعد اللي استجنت عليه العالم الثاني ها الوردية بينك تايم يا ويل ويل الحين نبيكم تورونا المجموعة الجديدة اللي طلعتوا بها اللي مكسر الدنيا ما شاء الله ما تطلعون بشيء اللي يكسر الدنيا بعد عمري والله من ذوقكم انت الصراحة رتبتونا تفضل يا حبيبي تفضل بسم الله على التدشين الجديد من شركة إيكوال حبيبي مجموعة المسك من إيكوال حلوين خمسة روايح ما شاء الله خمسة روايح ما شاء الله تبارك الرحمن روز المسك وفيها الكرز وفيها الرمان وفيها الخوخ وفيها مسك التوت حلوين كلهم طبعا فيهم خمس روايح ايه. قواعد عطرية بقلوب والله عطرية والله العظيم طلعت ريحتهم والله فتحت الحين جاتي ريحتهم اي والله العظيم الله يعافيك حبيبي خمسة عطور وخمسة روايح مشكلة انزين طبعا التدشين الأول للمنتج هذا هنا عندنا في إيكوال إصدار جديد ليش بمناسبة عودة عطر هيفن أولاي هيفن وياهم ويا بيكون إن شاء الله حلوين رجع ذا صراحة ذي كفي الله يعافيك والله ذي كفي ذي كفي زين ذا جمهورة كبير حيل معروف قطع والآن رجعناه لأن كثر عليه طلب الجمهور بمناسبة العودة يعني سويتوا تدشين على المجموعة سويتوا عليه على المجموعة حلوين رجعت العطر وتدشين مجموعة المسك الجديدة زين يعني يجي هالبوكس معاهم بوكس معاهم هيفن عطر هيفن حلوين كم قيمة عطر هيفن 249 فقط لا غير اويلي ويلي يعني الحين يعني يطلع عليك يطلع عليه علينا ذيل المجموعه بلاش ها بلاش طبعا سعره ايه سعره حاليا ايه؟ في المتجر لحاله 199 ريال سعره لحاله في المتجر 249 تدشين المجموعه خليناها بسعر واحد يعني بسعر ذا بسعر هذا نعم انا إذا بس يكفيني وأنا أعلن لكم عن هذا بس والله يكفيني يعني أنا حين ما بعد أشم ذيلي لكن أقول لكم يعني بالمناسبة هيفن ذا أنا المسؤول عن شغل عادل شغل مرتب يكفي بس ذا يكفي ذا يعني طلع عليكم هذا أنا أقول لك اشتر ذا وإذا بيجيك مجانا بالضبط شممني راح أشممك واحد واحد وراح أعطيك مزايا تمام هذا روز المسك شمه ويس هذا مسك الكرز طبعا كل المجموعه قاعدتهم العطريه مسك وعنبر تمام حلوين تختلف الروائح مسك الكرز ده مسك الرمان عاد الرمان ما يدخل في شيء الا يزينه الرمان نسميه احنا سويت الرمان ويلي ده مسك الرمان عاد الرمان ما يدخل في شيء الا يزينه الرمان نسميه احنا سويت الرمان ويلي ده مسك الرمان عاد الرمان ما يدخل في شيء الا يزينه الرمان نسميه احنا سويت الرمان ويلي ده مسك الرمان عاد الرمان ما يدخل في شيء الا يزينه